سلطة النسواز. سلطة النسواز سلطة فرنسية بيبقى فيها فاصوليا، خرشوف، طماطم، بيض مسلوق، تونة، بصل، بطاطس. سلطة وهمية، وجبة كاملة متكاملة فيها كل حاجة في الدنيا. هناخد منها نسخة مكرونة. هتكون مقدرها ايه؟ كيس مكرونة فرفلي اللي هي الفيونكيت مسلوقة، بصلة حمرا شرايح، كوباية بطاطس مكعبات مسلوقة، كوباية طماطم شيري أنصاف، وكوباية زيتون أسود صحيح مخلي، وكوباية فاصوليا خضراء مسلوقة، كوباية خرشوف مكعبات مسلوق، كوباية فلفل ألوان مفروم، اتنين علبة تونة قطع، مش اللي هي الناعمة دي لا، القطع بتبقى أحلى كتير، وتلات بيضات مسلوقين ومتقطعين أنصاف. والدريسنج هيكون عبارة عن نص كوباية من عصير الليمون، معلقة كبيرة من المستردة، اتنين معلقة كبيرة من المستردة، اتنين معلقة كبيرة من العسل، وده كده دريسنج فرنسي. اتنين معلقة كبيرة من العسل الأبيض، زيت زيتون، ومعلقة صغيرة من التوم المفروم، معلقة كبيرة من الشبت مفروم ناعم بيبقى لايق جدا على السلطة دي عشان فيها تونة، فلفلاية حمراء حامية مفرومة اختيارية طبعا تقدروا تستبعدوها، وملح وفلفل أسود. هبدأ أول حاجة بعمل الدريسنج، فهاخد هنا عصير الليمون في البولة بتاعتي اللي هقلب فيها، هي عصير الليمون أهو. أنا يعني بص أنت شايف، زيت زيتون، مستردة، عسل أبيض، شبت، الفلفل الأحمر الحامي، فتفوتة الثوم، مضرب سلك بقى، أقلب كل الكلام ده بسرعة مع بعضه. احنا ناقصنا ملح وفلفل اسود بالمرة، فلفل وملح، وناخد بالنا من الملح ان احنا عندنا مكونات فيها ملح في السلطة بتاعتنا، التونة وكمان الزيتون، فناخد بالنا. نقلب بس، بقى عندنا دريسنج السلطة. نبدأ بقى نركب كل الحاجات على بعضيها او نجمع كل الحاجات مع بعضيها. المكرونة تونة، الطماطم، الفاصوليا، الخرشوف. وليكوا حرية على فكرة في السلطة دي انكم تبدلوا حاجات انتم مش حابينها، تغيروا تنوعوا وتشيلوا ده تحطوا ده، ما يجراش حاجة خالص. فلفل ألوان، بطاطس المسلوقة، بصل الأحمر ممكن يستبدل بالكرات او البصل الاخضر او يستبعد تماما، الزيتون، ولاحظوا ايه انا سايبه ايه لحد دلوقتي، البيض. هشيل الحاجات الفاضيه وارجع اقلب في ثواني. يلا بينا. نقلب، نجيب الدريسنج اللي احنا عاملينه من تحت عشان نطمن ان هو غلف كل السلطة، لان السلطة من غير دريسنج هتبقى ايه، مكرونة مسلوقة يعني، ما فيش بقى لا طعم ولا معنى ولا اي حاجة. نقلب كويس جدا، شايفين الدريسنج على طول جبناه من فوق والمكرونة عمالة تتشربه، وحاجة المكرونة زي الاسفنجة، الصوص اللي نحطه لها، الدريسنج اللي نحطه لها بتشربه على طول لحد ما بقت بالمنظر التحفة اللي انتوا شايفينه ده. نجيب طبق التقديم ونبدأ نقدم على طول. يلا بينا. اعتقد يعني
سماهم على وجوههم او على اطبائهم، باين كده على شكل الطبق الطعم هيبقى عامل ازاي. نفس السلطه دي تتعمل بالسلمون، تتعمل بالانشوجه، تتعمل باي حاجات المعلبات بتاعه السمك اللي الناس بتحبها دي، براحتكم بقى، هي اذواق يعني. هي المهم يكون فيها عنصر من عناصر السي فود، ولكن ايه هو ده؟ حاجه ترجع لذوق حضراتكم الشخصي، ممكن تتعمل من غير خالص، مفيش اي مشكله. ادي النيسواز جهزت، فاضل لها حاجه واحده بس احنا ناسيينها دي ولا ايه؟ لا مش ناسيينها، احنا سايبينها للاخر قصدي، وهي البيض. وانا خلصت، والله خلصت، هنوزع بس كده. انا فعلا خلصت، مش يعني مش خلصت بتاعت كل يوم اللي بقعد بعديها ربع ساعه. وطبعا خلاص مش محتاجين ميه المكرونه، هي فضلت جنبينا واقفه جنبينا كده، ايه وقفت الجدعان طول الحلقه، ولكن خلصناه. البيض بقى هناخده نحطه على الوش بالشكل ده، وبس شكرا. بقى عندنا نيسواز هايله، وطلعنا منها نسخه مكرونه عظيمه.